عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشرقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع جلسته التاسعة، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس. وناقش أعضاء المجلس سؤالين برلمانيين موجهين لدائرتي الأشغال العامة والثقافة والإعلام. أود أن أذكركم بأننا سنقوم بتلاوة التوصيات توصية توصية، ثم نأخذ بالملاحظات عن كل توصية ومن ثم التصويت عليها إلى أن نصل إلى نهاية التوصيات. بعد اعتماد محضر الجلسة السابقة وبعد نقاش مستفيض، أقر المجلس الاستشاري في جلسته التاسعة مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة الواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات والمقترحات. هذا ووجه المجلس سؤالا لسعادة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة حول تنفيذ مشاريع المماشي المطاطية بمواصفات صحية. تم توضيح ما تم إنجازه خلال عام 2016 من ضمن الخطة التنموية، وهي كانت حصيلة 45 مشروع بقيمة تجاوزت 60 مليون درهم، وكذلك أيضا المشاريع المقبلة عليها دائرة الأشغال العامة في عام 2017. الحمد لله أخذنا أسبقية الإعلان عن المشاريع اللي موجودة بالنسبة للمماشي والحداقة الموجودة على مستوى الإمارة، وطبعا سؤالي كان موجه بالنسبة للمماشي الحالية والمستقبلية لما لها من انعكاسات صحية على مستوى الأفراد والمجتمع. كما وطرح المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سؤالا آخرا لسعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام حول الترويج لأعمال إدارتي المسرح والشعر، حيث قدم شرحا متكاملا حول مختلف البرامج والفعاليات التي ستنفذها الدائرة خلال الفترة المقبلة، سواء من ملتقيات شعرية ومهرجانات مسرحية تعزز مكانة الشارقة وحضورها في هذا المجال. طرحت اليوم سؤال برلمانيا عن إدارة المسرح وإدارة الشعر التابعة لإدارة الثقافة والإعلام بهدف إبراز أدوارها للمجتمع ولوسائل الإعلام لارتباط إنجازات الإمارة في النواحي الثقافية بكافة الفعاليات المسرحية. وبعد نهاية الجلسة بادر المجلس بلمسة اجتماعية بعمل حفل بمناسبة ترفيع ثلاثة من أعضاء المجلس من العاملين على ملاك وزارة الداخلية. سؤالان برلمانيان طرحا في هذه الجلسة أبرز مدى حرص أعضاء المجلس على تعزيز جوانب النهضة الثقافية في الإمارة، فضلا عن اهتمامهم اللافت بتمكين أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة. لأخبار الدار هدى سالم من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.